تحياتي. رح نتحدث أنا وياكم اليوم عن أداب وإتيكيت أداء العبادات في المساجد. صلاة التراويح في المساجد في رمضان فرصة عظيمة لاجتماع الناس على البر والتقوى وعبادة الله عز وجل، خاصة أن المسجد كان هو المدرسة الأولى التي تعلم فيها الصحابة عبادة الله وحسن المعاملة. وتشهد المساجد في رمضان المبارك حضوراً كبيراً ومتزايداً لأداء العبادات المرتبطة بالشهر الفضيل، وخاصة ونحن في شهر رمضان المبارك تكثر صلاة التراويح والتهجد التي يجتمع فيها كثير من الناس. السنة النبوية الشريفة تحفل بالكثير من الآداب عند الذهاب إلى المساجد، وعلينا أن نتبعها. من هذه الآداب مثلاً أن يهتم المصلي بنظافة الأسنان ورائحة الفم، فلا يأكل أكلاً فيه رائحة نفاذة مثل الثوم أو البصل أو غيرهما، لأن المصلين في المساجد والملائكة تتأذى من هذه الرائحة الكريهة. مهم كتير للمصلين رجال نساء وحتى الأطفال ارتداء الملابس النظيفة، خاصة أصحاب الحرف الذين تتعرض ملابسهم للاتساخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نخصص ملابس نظيفة عند الذهاب إلى الصلوات التي فيها اجتماع للناس. ومن الأداب المهمة في جميع الأحوال خاصة عند الاجتماع في المساجد في صلاة التراويح وقيام الليل بشاشة الوجه، حسن المعاملة مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشوش الوجه وقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أما فيما يتعلق بالنساء تحديداً، فمن أهم آداب السلوك وحسن التصرف في المساجد ارتداء العبايات الفضفاضة، وليس شرطاً التقيد باللون الأسود. من المهم سيدتي أن ننتقي الألوان الحيادية، ونبتعد كتير عن البهرجة واللمعة والتطريز عند الذهاب للمساجد. مهم كتير سيدتي أنك تبتعدي عن العطور احتراماً للقواعد الفقهية، مع الاهتمام بالنظافة العامة ووضع مزيل العرق بدون روائح نفاذة. مهم كتير أنه ما ننشر رائحة مستفزة في أرجاء المسجد. وللسيدات اللي بفضلوا أداء الصلوات في المساجد، مهم كتير أنه يبتعدوا عن ارتداء الكثير من المجوهرات والإكسسوارات اللي بتعمل أصوات مزعجة في المساجد، وما ننسى أبداً وضع الجوال على الصامت. ومن أبرز السلوكيات اللي مش محببة داخل المسجد اصطحاب الأطفال الرضع والأطفال بشكل عام، لأن صلاة التراويح من شأنها الإطالة وقراءة أجزاء كثيرة من القرآن، وبالتالي الطفل أكيد رح يشعر بالملل ويبدأ بالبكاء والصراخ، مما يزعج المصلين ويشتت الانتباه. أبداً لا يفضل أنه ندخل مشروبات أو مأكولات داخل المسجد، بكفي زجاجة مياه وفقط. المكان محجوز لمجموعة من الصديقات عبارة غير لائقة أبداً بالمصليات، فالمسجد مكان عبادة وليس لتجمع الأصدقاء. وتقبل الله طاعاتنا جميعاً، وكل عام وأنتم بألف خير.